يسعد اوقاتكم عن جديد. نخر العظام او تآكل العظام ممكن يصير بعد الكسور او بعد تناول ادويه الكورتيزون او حتى التدخين، ممكن يكون سببه التهابات، واكثر الاشخاص المعرضين للاصابه فيه بتتراوح اعمارهم بين ال 30 لل 50 عام. لنعرف كل التفاصيل المتعلقه بهالموضوع صار معنا الدكتور اسامه مصطفى اترك، بورد بجراحه الامراض العظميه. اهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد صباحك. صباح الخير دكتور، واهلا وسهلا فيك. بدنا نذكر كل المشاهدين عم يتابعونا بإمكانكم تتصلوا وتطرحوا أي سؤال على الدكتور بموضوع اختصاصه على الرقم 9342 داخل دمشق و 011-9342 من أي محافظة سورية حتى تستشيروا وتطرحوا الأعراض اللي عم تعانوا منها وتاخذوا الإجابة منه. دكتور، عم نحكي عن النخر العظمي. نعم. شو يعني نخر عظمي تشريحيا؟ تشريحيا هو تموج جزيرة من العظم نتيجة اضطراب وعائي الأوعية اللي بتغذي هذه الجزيرة. تمام. طيب خلينا نوضح الأنواع. يعني النخر العظمي اللي بيصير عن بعض الأشخاص في له أكثر من نوع أو أكثر من شكل؟ الحقيقة هو ممكن يكون تصنيفه، إذا كان نرجع للتصنيف، هو تصنيفه رضي أو غير رضي، مثل ما تفضلتوا حضراتكم بالشرح المقدمة أنه هو ممكن يكون نتيجة رض، ممكن يكون نتيجة تناول بعض الأدوية، فنحن بنصنفه رضي أو غير رضي. ولكن التسمية الدقيقة له هو avascular osteonecrosis، يعني التموت اللاوعائي. هو عادة ما بيكون مرض جهازي، بيكون مرض موضع، وعندما يكون جهازي له مرجعية إن نحن طبياً. الحقيقة هو له تسمية باللغة العربية داء الغواصين. شو السبب؟ السبب إنه الغواصين وقت اللي بينزلوا على البحر نتيجة وجود غاز النيتروجين بالرئتين بينحل بالدم، بدم الغواص. وقت اللي بينزل للأعماق، كل ما له بينحل. هلأ وقت اللي بتفضى أنينة الأكسجين تبعه بيطلع فجأة لفوق، تتحول الذرات المنحلة بالدم لفقاعات هوائية بتدخل للنقاط المغذية لبعض النقاط التشريحية. ما بعرف إذا كان بتحب نحكي على هل تمام. هلأ نحن عم نأخذ عظم الفخذ. تمام، هو أشياء منطقة، هو منطقة الورك الحقيقة. فوقت اللي الغواص بيطلع من أعماق البحار للأعلى بيتحول ذرات النيتروجين الموجودة ومنحلة بالأساس هي بشكل غاز، بتحول لسائل، بتتحول لغاز عفوا، بتسد شعيرات دموية اللي مغذية لجزر عظمية معينة، فبصير النيكروسيس أو التنخر العظمي. تمام، يعني إلى تفسير منطقي وعلمي طبعا. طيب دكتور، مين الأكثر عرضة للنخر العظمي؟ ممكن نشوف عند السيدات أكثر من الرجال، ممكن نشوف عند مثلا المصابين بداء السكري أكثر من الناس السليمين، كيف بيكون؟ الحقيقة هو نتيجة أنه كونه لا وعائي، يعني تموت لا وعائي مو جرثومي، ممكن كل شيء يأثر على التروية الدموية للعظم يأثر عليه. فداء السكري بالمراحل المتقدمة بصير شيء اسمه انسدادات شرينية بتأثر على الشبكية، بتأثر على العظام مثل ما بتأثر على أي نسيج. ولكن نسيج العظم ما هو نسيج مثل بيقولوا نسيج نبيل مثل الدماغ مثل القلب، هو نسيج ميكانيكي. فوقت اللي بيأثر على منطقة بصير تتموت منطقة منه، بصير بيأثر على المشي، على الحركة، بصير المريض بمجال معين من الحركة بيزعج المريض، بينزعج. تمام. في كثير كمان أشخاص دكتور بينقال إنه السيدات بعد يمكن انقطاع الدورة الشهرية بعد دخولهم بهي المرحلة، في كثير سيدات بصير في عندهم مشاكل بالعظام، بالكلس، بنسمع أكيد بترقق العظام اللي ممكن يصيب السيدات بهي المراحل العمرية. ممكن أيضا هذا الشيء أو هي المرحلة هي تؤدي لحدوث النخور العظمية؟ مو بالشكل اللي بتسبب فيه الاوستيوبوروسيس، ترقق العظام. تمام. النخر العظمي اشيع شيء عند المدخنين، المفرطين بالكحوليه، المفرطين بتناول السيرويدات القشريه، الكورتيزون، مرض الذئبه الحماميه، التهاب البنكرياس. هي طبعا احصائيات طبيه، ولكن هي نتيجه بالاخير نحن عم نحكي عن تموت لا وعائي، نتيجه انعدام الترويه الدمويه. فنتيجه السكري انسدادات شريانيه، نتيجه الكورتيزون بصير اضطراب بالترويه الدمويه. تمام. فبنلحق نحن السبب الاصلي. كذلك الامر التدخين بيعمل لزوجه بالدم، لزوجه الدم بتخلي يصل الدم بصعوبه لنهايات الشرينات اللي عم تغذي اخر المفصل. كرمال هيك المدخنين بيكون عندهم اعراض بالشبكيه بالعين، بيكون عندهم اعراض على المدى البعيد بالعظام والنسيج العظمي. فبلا هلا اسعاره مرتفعه جدا. خلونا نروح للاتصالات، صار اول اتصال جاهز معنا. صباح الخير نور. صباح الخير يا نور. الو. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي، من وين عم تتابعينا؟ عم حاكيك من دمشق. اهلا وسهلا فيكي، الدكتور عم يسمع سؤالك بس بتمنى عليكي نوضح الصوت، تفضلي. اذا سمحت. راح
راحت نور. فقدنا الاتصال. لبين ما يجهز الاتصال اللي بعده دكتور بدي اسالك، ذكرت التدخين انه هو عامل مساعد ومحفز ليصير التنخر العظمي، شو في عوامل تانية؟ في بعض الناس تاخذ ادويه على مدى بعيد ممكن يكون لها دور؟ طبعا الكورتيزون، الادويه معينه مثلا بتعمل لزوجه بالدم، يعني هو الطبيب وقت اللي بيوصف دواء الحقيقه هو اسمه حكيم، بيعرف انه هو في له منافع ولكن في له اضرار، فبيوازن انه اذا كان حيستفيد اكثر من ضرره بيوصفه، بحالات نادره ممكن يساوي هيك، بس نحن وقت نحن بيهمنا هالشيء هذا نحن انه شو الادويه اللي بتساوي هيك، اول شيء لحتى ننشر الوعي انه انتبهوا لا تاخذوا لا تكتروا لا تاخذوا الادويه هي بدون استشاره الطبيب، بالاضافه لهالشيء نحن كاطباء من القصه السريريه اللي بنسمعها من المريض بنساله عم تاخذ هالدواء هذا، فاذا عم بيبين مع الطبيب بالضبط بصير بتوجه بالتشخيص التفريقي الطبيب لهالشيء هذا. تمام، يعني مثل ما بنعرف الدواء اغلب الادويه فيه لها اثار جانبيه، ويمكن الضرر الاكبر وقت يتاخذ هذا الدواء بدون استشاره طبيه بدون يمكن العيارات الصحيحه اللي هي ما بتكون بتاثر على صحه الشخص. قديش ممكن النخور العظمية دكتور تعمل مضاعفات عند هذا الشخص؟ يعني ذكرت حضرتك أنه بيصير بداية ممكن بالمشي بيصير في ألم بيصير في يمكن صعوبة بالحركة، في مضاعفات أخرى أخطر على المدى البعيد؟ طبعا وقت اللي بتتموت منطقة مهمة هي المسؤولة عن تلقي الوزن بالمفصل رح يصير في انخماص بهالجزيرة العظمية، رح يصير في عرج، رح يصير في ألم، تحدد حركة، هو بالحقيقة أشيع منطقة بتصير فيها مثل ما حكينا هي الورك بعدين الركبة ونادرا الكتف والفك السفلي والمعصم والكاحل، ولكن عندما يحدث في الورك وهو أهم مفصل وأكثر مفصل في عليه وزن بيتلقاه المريض، هون بقى على حسب درجته ممكن نحن نحكي إنه في خطورة ولا لا. تمام أو حتى طرق العلاج بتختلف من منطقة. تمام رح نحكي عن طرق التشخيص كمان السليمة ومن بعد ما ناخذ اتصال من السيدة ليلى. مرحبا. ألو. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك، تفضلي الدكتور عم يسمعك. دكتور أنا من فترة عندي الجنب اليمين واليساري من العظم ما بقدر نام نهائيا لا يمين ولا يسار، بصير حرقان وأمرار أنا قاعدة يعني بدون ما نام بصير معي حرقان باليمين واليسار، أول شيء ما كنت حس فيهم، بعدين صرت يعني وانا بدي نام حس وجع وجع قوم لاقي حرقان يصير على الطرفين ويمتد لظهري كمان. سلامتك، في شيء سكري عند حضرتك؟ لا لا الحمد لله. في وزن زائد؟ انا وزني هذا هو طول ما في وزن زائد، يعني ما في بدأ عادي لا يعني انا 90. ايه سلامتك، حتاخذي الجواب تكرم عينك. شكرا لك. عفوا. اهلي. شو ممكن يكون السبب دكتور؟ ابسط سبب ممكن يكون الفرشه مو مريحه. ممكن بالضبط، ممكن الشخص عم ينام على طرف مثلا فتره ثابته بتعود انه ينام مثلا على طرف، ممكن يضل ينام على هالطرف ولكن يميل شوي هيك شوي هيك، يستخدم الفراش مثل بيقولوا الوثير او ينجد الفرشه، واذا كان مستمر هالشيء واهتم يعني غير الفرشه وكل شيء وما نفى هالاسباب هي ما زال السبب، ممكن يراجع طبيب اذا كان ولا هالبد، ممكن يكون سبب عصبي، ممكن يكون سبب عظمي، يعني بالامور النادره، وان كان الله يبعد عنها النخر العظمي لا مو هي اعراض. امين يا رب. غير شيء مختلف شي يعني مختلف. قديش بنسمع دكتور عن موضوع المخده والفرشه قديش لازم يكونوا صح، قديش لازم الواحد عن جد يعتني بهذا الموضوع كونه هو بينام اكيد لساعات، يمكن المينيموم هو اقل شيء هو 6 ساعات، في ناس بتنام لثمان ساعات او 9 ساعات، فعم نمضي يمكن وقت كثير طويل، قديش لازم يكونوا فعلا صحيين ومريحين. كيف بيتم تشخيص النخور العظميه دكتور؟ يعني وقت يجي مريض او مريضه عم يعانوا من الام بمنطقه الورك بمنطقه العظم الوركي، كيف بيتم تشخيص هذا الموضوع؟ تمام، اول شيء بالقصه السريريه اللي بيحكيها المريض، ويعني ان شاء الله الله يوفقه عند طبيب ان شاء الله يكون اختصاصه هالاختصاص او يكون شاطر يعني على الاقل ملم بالاختصاصات. القصه السريريه اذا كان طبعا ما كثير قليل انه يجي غواصين لعنا يعني نحن، ولكن نحن اخذناه انه داء الغواصين مثل ما نقول درسناه بالجامعات وهيك لحتى نعرف انه هو نتيجه ضغوط عاليه. انا هلا بيجيني حاله مثلا بيقول لي عم يجعني وركي، بشك فيه وقت اعرف انه مثلا هذا شخص فدائي تعرض لضغوطات ولا مثلا لانفجارات معينه لشيء انفجارات وعايش ظروف خلينا نقول مشابهه للغواص، وما شرط يكون غواص بس صحيح. هو عايش ظروف مشابهه بالضبط، مثل الشيء. مثلا ما بيسموا ارتفاع حمض البول داء الملوك صحيح مثلا بالضبط. فمو شرط انه كل حدا عنده ارتفاع حمض البول عم ياكل ليل نهار لحوم وعم يعيش عيشه الملوك صحيح، فمو شرط تكون غواص الشخص، وانما هذا غواص بعمله الفدائي بيقولوا
فأنا أول شيء الشك، الظن، ظن الطبيب، حدس الطبيب، حزاقة الطبيب خلينا نسميها بالقصة السريرية وبالأدوية والسوابق. الشيء الثاني ممكن الصور الشعاعية تفيدنا البسيطة بالحالات، مو البدائية ولكن حالات متطورة. أما الحالات تقولوا إذا كان قسم صغير من العظم، جزيرة صغيرة، هي بيكشفها الرنين المغناطيسي. تمام. ممكن نحن نعمل تنظير دكتور إذا كان بمفصل الركبة أو إذا كان بشيء نشوف النخورات والتأكلات؟ بالنسبة للنخور ما مو هيك تشخيصها، ما بيكون تشخيصي. طيب دكتور، نحن شخصنا وطلع نخور عظمية، في علاج طالما هالمنطقة تموتت والتروية انقطعت لفترة طويلة بيرمم حاله النخر ولا لا؟ نحن مجرد منكبح انه ينتشر هذا الموضوع. لحسن الحظ 80% من الحالات بتشفى بشكل تلقائي، ولكن بتوجيه ونصيحة من الطبيب وبعض الأدوية. لذلك التشخيص المبكر بينبنى عليه علاج وشفاء مبكر إن شاء الله. تمام. فنحن بنعالج بمميعات الدم، بتغيير زاوية حمل الوزن على المفصل. يعني مثلاً المفصل بينحمل على سقف الجوف، فنحن بنقول له للمريض أو للمريضة رفعي كعبك شوي. فإذا كان هون النقطة اللي متنخرة رفعت كعبها، تغير الزاوية هون أو هون أو هون. شايف كلمة صغيرة بسيطة حلت له مشكلته. تغيير الزاوية، لغينا التقل اللي بهالمنطقة هي المتنخرة، طابت هي شفيت والتقل إجا بمنطقة تانية. نصحنا نصائح مشان ما ينتقل لمنطقة تانية. لا تدخن، لا تشرب كحول، خفف أدوية بهالشكل. هذا أخذنا مميعات مشي الحال. أما بالحالات المتطورة اللي فيها نخور شديدة، حقيقة بنضطر لنبدل المفصل، بنقيم القطع كلياتها وبنحط مفصل تاني، مفصل زرع صناعي، مفصل صناعي نزرع هاي بدال هاي، لأنه هذا رح ينخمس ورح يتاكل. والحقيقة هذا الشيء بصير بكل الأعمار. هذا الشيء ممكن يصير بعمر الطفولة، ممكن يصير بعمر الكهولة. ولكن أشياء شيء بين 30 وال 50 سنة. بالطفولة ممكن يصير شيء اسمه له مسمى داء بيرتس. داء بيرتس هو تآكل العظم نتيجة انتقال التروية الدموية. ما بدنا نفوت بالتشريح، ولكن الدم بيكون عم يتغذى من هون، بيصير بيتغذى من هون بعمر 3 سنين أو 5 سنين. إذا سكر هاد قبل ما هاي تعود الدم بتموت، بتموت هاد. فهي هي شغلة فيزيولوجية شائعة عند الذكور. بيتم علاجها بعمر صغير، يعني بيتم تفادي هذا الموضوع. الحقيقة هي إنه تجنب المشي والنط قدر الإمكان بشكل عفوي، وغالبا بيشفوا الأطفال. تمام. رح ناخذ كمان اتصال دكتور معنا. أم علاء، مرحبا. ألو، صباح الخير. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي معنا. يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. تفضلي، شو سؤالك للدكتور؟ بدي أسأل الدكتور، أنا من كم سنة عملت عملية فقرات بالظهر والسياخ. عملية فقرات شو هي العملية؟ يعني عملية ديسك، قالوا لي فتر بثلاث فقرات بالظهر، الرابعة والخامسة والسادسة. وبعد فترة عم براجع دكتوري، طلع معي التهاب أعصاب ونقص فيتامين دال ثلاثة طلع معي. أخذت أدوية معينة اللي هي صندة وغيرها وأكلات معينة والتعرض للشمس، ومع ذلك عم عيد التحليل بيطلع معي ثلاثة وأقل شوي. حاليا بس فيق من النوم ما بقدر وقف على رجلي نهائيا، يعني بدي شي ربع ساعة نص ساعة لأقدر أمشي مثل الطفل الصغير. وكفين الإيد والقدمين بيصيبهم حرارة شديدة شديدة، ما بقدر أدوس عليهم. سلامتك، سلامتك يا مدام. الله يسلمك يا رب، تكرم عينك. هلا بجاوبك. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا، سلامتك. أهلي. ان شاء الله سلامتك. الحقيقه استاذ ورد، المره الماضيه اذا بتتذكر حكينا بفيتامين د. فيتامين د هو من الفيتامينات المنحله بالدسم. فاحيانا بيصير في اضطراب بامتصاصه، الطبيب بيوصف له الست دواء بتاخده بس ما بتستفيد. فبهالحالات هي يفضل العلاج عن طريق الابر العضليه. بالضبط. تمام. بالزبط. يعني ممكن نحن نرفع مخزون الفيتامين د عند المريض اللي عنده عوز شديد لهذا الفيتامين. صحيح. بسيرومات او ابر وريديه. تمام. حتى نقدر نرفع المخزون. طب دكتور، ليش عم يصير في حرقه بالقدمين، عم يصير حرقه بالكفين؟ وصفه السيده بالنسبه لنقص فيتامين د بيساوي هيك بالحالات الشديده اذا كان عنده عوز. الحقيقه تمام، وان كان اتحفظ لوجود امر اخر عندها، ولكن الجواب على هذا قدر السؤال. تمام. تمام. نتمنى اكيد الصحه والسلامه لها وللجميع، ودائما يمكن هيك الارشادات الطبيه ودائما التواصل مع الطبيب بهي الامور ومعرفه اكيد تشخيص الصحيح للمرض. صحيح. لاخذ العلاج الصحيح هو الحل. شكرا كثير وجودك معنا دكتور اسامه، شرفتنا. شكرا كثير ويسعد صباحك.